وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا دكتور جيهان جادو، عضو مجلس الحي بفرزاي في فرنسا. دكتور جيهان، العلاقات بين البلدين شهدت العديد من التطورات حتى وصلت إلى حد الشراكة الاستراتيجية. في رأيك ماذا تمثل كل دولة للأخرى؟ اهلا بحضرتك يا فندم والساده المشاهدين. طبعا بكل تاكيد العلاقات المصريه الفرنسيه في تطور ملحوظ يلحظه العالم اجمع، وهناك تناغما كبيرا جدا ما بين الرئيسين المصري والفرنسي. هناك تطورات في جميع العلاقات، يمكن على الثنائيه على كافه الاصعده. يمكن احنا بنتكلم على النواحي الاقتصاديه والاستثماريه وايضا الامنيه والاستراتيجيه. الحقيقه هناك طفرات كبيره جدا جدا في كل، هناك فوائد يعني الحقيقه متبادله ما بين الطرفين، يعني يعود بالنفع بالفعل على فرنسا وايضا بالفعل على مصر من عده جهات. يمكن من العلاقات الثنائيه ومن المعاهدات التي تتم والاتفاقيات التي تتم على المستوى الاقتصادي خاصه في الفتره الحاليه، الحقيقه ادت بالنفع لكل البلدين. يمكن طبعا يعني العالم كله يشهد ازمه حقيقيه اقتصاديه حاليا من ازمه اوكرانيا وروسيا، وطبعا يعني مصر تحتاج الى فرنسا وفرنسا ايضا تحتاج إلى مصر من التبادل، تبادل المنفعة. فيمكن من وجهة النظر المتواضعة أن هو يعني الحقيقة مصر حليف قوي جدا لفرنسا في منطقة الشرق الأوسط. صحيح. وليس فقط لفرنسا لكن لكل دول أوروبا. الحقيقة تعتبر مصر هي محور أو رمانة الميزان لكل الدول المتصلة بها في محيط الشرق الأوسط، من حل الأزمات، من الهجرة غير الشرعية، من يعني استقرار الأمني في المنطقة. يعني الحقيقة أوروبا حاليا تعول كثيرا على مصر في الاستفادة من الخبرات التي مرت بها مصر من خلال تجارب عديدة، يمكن خاصة في مجال الإرهاب وأيضا السيطرة الأمنية المتواجدة في مصر حاليا. الحقيقة طبعا فرنسا لن تستغنى أبدا عن مصر، وهناك تطورات سوف تشهد أيضا على كافة الأصعدة، يمكن الاقتصادية والاستثمارية. نتكلم عن يعني الحقيقة اتفاقيات كبيرة جدا جدا في مجال الاستثمار وأيضا المشروعات الضخمة التي تتم على أرض مصر حاليا من العاصمة الإدارية، ومن هناك المشروعات الكثيرة التي في مجال يعني النقل أيضا. نعم، في مجال النقل، في المواصلات، في هناك العديد والعديد. يمكن أوروبا حاليا تتجه نحو مصر في تصدير أيضا الغاز وتصدير أيضا البترول، لأن الحقيقة فرنسا فعلا وأوروبا عامة بتشهد فعلا يعني أزمة حقيقية من هذه النواحي في الطاقة. فطبعا هي لن البلدين الحقيقة هناك تناغما كبيرا ما بينهم من وجهة الاستفادة، سواء في الاستراتيجيات المتاحة في المستقبل للاستفادة بأكبر كم من البلدين إن شاء الله. من أهم الموضوعات اللي سوف تكون مطروحة على في أجندة زيارة الرئيس السيسي اليوم لباريس، هناك عدد من الملفات الإقليمية وأيضا هناك مجالات تعاون بتنتظر دفعة بين القاهرة وباريس، ما رأي حضرتك؟ نعم، بكل تأكيد. يمكن الحقيقة الملفات الشائكة التي دايما تؤكد عليها فرنسا في كل زيارة يأتي بها هنا الرئيس عبد الفتاح السيسي، فطبعا هي الحقيقة بتجني ثمارها بعد عودته من هذه الزيارة. فطبعا من أهم الملفات الخطيرة التي تعتني بها أوروبا حاليا يمكن الهجرة غير الشرعية وملف الإرهاب. هذين في كل يعني كل زيارة لفخامة الرئيس هناك ملفين رئيسيين هامين يطرح على طاولة المناقشات، بالإضافة إلى تخطي هذه النقطة. فيعني الحقيقة بيبقى هناك تعاون وتبادل في كافة المجالات. يمكن زي ما ذكرت من قبل أن هناك أزمة حقيقية في أوروبا في النواحي الاقتصادية وفي نواحي الطاقة، فأعتقد أن يعني ملف الاستيراد وتوريد الغاز والطاقة أيضا إلى فرنسا سوف يكون مطروح بقوة. الأزمة الأوكرانية الروسية سوف تكون مطروحة بقوة للخروج بأقل الخسائر، لأن الحقيقة أوروبا تزعزعت يعني الحقيقة اقتصاديا بسبب هذه الأزمة. طبعا يمكن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي كل زيارة يأتي بها إلى فرنسا هنا بتعطي مدلولات كبيرة جدا جدا على أن الحقيقة البلدين تربطهم علاقة قوية جدا ووطيدة. الحقيقة يعني بتأتي ثمارها وتجني ثمارها في كل مرة يعني أفضل مما سبق. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتورة جيهان جادو، عضو مجلس الحي بفرساي في فرنسا، شكرا جزيلا لك.